تنمية الوعي الوطني لدى شباب والنشأة أمر في غاية الأهمية. كثير من المبادرات اللي شفناها في الفترات السابقة كان لها أثر إيجابي خصوصا في نفوس الشباب. يعني بصراحة احنا أكيد يعني لما تشوف كذي اللي صاير في الكويت احنا نحس بالسعادة أكيد. ويسعدنا اليوم أن يكون عندنا استضافة للدكتورة نور هويدي الهويدي رئيس مشروع الوعي الوطني. وفي البداية أكيد نمسي عليك بالخير ومنورتنا أكيد والساعة المباركة. أهلا، شكرا لكم وسعيدة جدا في وجودي معاكم هنا في تلفزيون الكويت. حياك الله. حياك الله دكتورة. في البداية نبي ناخذ شيء فكرة عن الموضوع اللي هو الوعي الوطني. تمام، احنا مشروع شبابي كويتي قررنا ان احنا نسويه بعد نهايتنا من مقاعد الدراسة. انا خريجة ماجستير علوم سياسية في جامعة الكويت، ففكرنا انا وزملائي في فريق الوعي الوطني ان احنا عندنا مجموعة من المواضيع، مجموعة من المعلومات نحتاج ان احنا يعني نتداولها بشكل شبابي. في وايد فرق بين ان انا اعطيك مصطلح سياسي كبير ممكن تفهمه، ممكن تستوعبه، ممكن ما تقدر تستوعبه. والأهم من هذا كله أن احنا نبي نوصل حق شريحة أكبر. ليش شريحة أكبر؟ لأن المجتمع الكويتي 73% من الشباب الكويتي، فأنا محتاجة أن هذا الوعي والأشياء اللي درسناها على مقاعد الدراسة أنها توصل حق الشباب بطريقة مبسطة، بطريقة سهلة، خصوصا أن احنا نعيش في مجتمع منفتح، مجتمع حرية فيه يعني بدرجة عالية جدا. فإحنا نحتاج أن يكون فيه هذا النوع من الوعي. حلو أن الفكرة تكون عميقة، ولكن تقدرون بهذا العمق أنكم تأخذونها بهذه البساطة وتوصل لأكبر شريحة ممكن. عبد الله، أكيد إحنا عندنا ترى أسئلة كثيرة وتفاصيل شرف أكثر نبي نأخذها من الدكتورة، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم، مستمرين معكم في مساء الخير يا كويت ومع الدكتورة نور الهويدي رئيس مشروع الوعي الوطني. نورة، يعني توا من خلال الحديث بالفاصل طلع موضوع صار له أكثر من سنة ولا سنتين. إيه ما شاء الله. دكتورة كم سنة صار له هذا؟ صار لنا ثلاث سنين. ثلاث تبارك سنين. الرحمن، يعني تبارك الرحمن، خلال هالسنين قاعد يتطور المشروع، تتطور هالمبادرة. طبعا احنا الحين وصلنا في النسخة الثانية، خلصناها وللأسف يعني ما قدرنا نتم هذه الندوات والمحاضرات بجائحة كورونا، ولكن فعليا الفريق ما وقف. احنا كنا متطوعين في الجمعيات التعاونية على حسب المناطق اللي كان زملائي فيها اعضاء الفريق. فالحمد لله الحين ان شاء الله في عودة اخرى ان احنا نحول هذا المشروع الى مركز وعي وطني. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي ساعات سبحان الله الله يعني يسكن الفكرة، يخليها بحالة سكون، لان في دفعة كذي يعني ان تموف فورورد اسرع عشان تكبر. يعني للامانة هذا شيء وايد حلو اكيد بجهودكم اللي بذلتوها مع الشباب ومن خلال الشريحة المستهدفة. أنا ودي أتعرف على أنشطتكم اللي كانت واللي راح تكون إن شاء الله من خلال هذا المركز الجديد. إن شاء الله. إحنا في البداية أعرفكم على مشروع الوعي الوطني. إحنا يهمني وايد إن الشاب الكويتي في بداية يعني يكون شاب مقبل إلى الحياة. أنا لما أقول شاب ترى أقصد شاب وشاب عشان يعني زميلاتي والأخواتي البنات. فالشاب في مقتبل العمر هو محتاج إنه يعرف شنو هي حقوقه وواجباته في الناحية الوظيفية والناحية العملية. حلو. وايد يضيق خلقي لما أشوف مثلا أحد مقبل إلى حياة عملية ما يعرف إيه شنو حقوقه وواجباته داخل المؤسسة اللي هو فيها. فإحنا كنا حريصين في مشروع الوعي الوطني أن أنت يعني نوجهك أن أنت تختار صح. تبي قطاع خاص، تبي حكومة، تبي جانب القطاع الحكومي، والآن الحمد لله صار في قطاع وايد كبير اللي هو المشاريع الصغيرة، وبعدين صار عندنا أعمال منزلية اللي هو المتناهية الصغر. صح. في وايد فرص حلوة بالكويت، ولكن أنت محتاج أن أنت تكون قريب من الشباب، تعلمهم شنو اللي لهم شنو اللي عليهم. الجانب الآخر احنا نتكلم على حرية جدا مطلقة وحرية جدا كبيرة في المجتمع الكويتي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، هذه كلها تحتاج ان انت لما تيجي تحط قانون مقابل هذا، يعني هذا القانون راح يوجه على اكبر شريحه اللي هم الشباب اللي هم نسبتهم في الكويت الحمد لله انت مجتمع فتي، نسبه الشباب فيه 73%. فيفترض ان انا لما احط قانون اوجهه حق الناس اللي بتستخدمه، اقول لهم شلون الطريقه الصح، شنو اللي لهم شنو اللي عليهم. وعشان كذي احنا كنا متعاونين مع الجرائم الإلكترونية، وزارة الداخلية، يجون يقطون عندنا في محاضرات وفي ندوات خاصة فيهم. حلو. جانب آخر أنت عندك مهم عشان تطلع، عشان نورا نعطي هذا المجتمع أعرف أنا من وين طلعت، من وين بديت، شنو التاريخ اللي ديرتي مرت فيه، شنو الأزمات عشان أنت تعيش هذه الحرية. حلو. عشان أنت تعيش هذه الرفاهية. فالجانب
مهم ان انا اعرف شنو تاريخ ديرتي، وبعدين اعرف شنو السلطات الثلاث المهمه الموجوده في الدوله، سلطه تشريعيه، تنفيذيه، قضائيه، وشنو الالتقاء اللي هم يلتقون فيهم، وشنو المراحل اللي كل سلطه تكون منفصله في ادائها لمهامها. يعني دكتور عشان شيء قاعد تركزون على الشباب، اكيد احنا مالنا شوي بسيط يعني الخير بسيط. الخير والبركه، احنا دائما نقول الخبره اللي انت تاخذها دائما اختصرها حق الجيل اللي جاي عقب. اقول لهم انتم محظوظين الحين ان صار في فرصه ان احنا نتعلم عشان ادليك الدرب صح، ليش تمر بالاشياء اللي انا مريت فيها؟ فانا قاعد اختصر لك الطريق، وانا اعتقد ان هذا الشيء حتى احنا اكتسبناه من خبرات اهلنا اللي قبل ومن دكاترتنا ومن الناس اللي قاعد نقابلهم، انت تاخذ منه خبره، فبالعكس. أنا بصراحة أشوف أن شريحة الشباب مثل ما قلتي هم شريحة لا يستهان في عددها في دولتنا الغالية الكويت، وأكيد إحنا كثر ما نحط بيدهم الثقل كثر ما هم أيضا راح يعطون، وبالتالي أن هم يعني ممكن ما عاصروا كل هالحقبات التاريخية والسياسية، فممكن المعلومات وارد أنها تكون موجودة على الإنترنت، وارد أن هم من خلال تخصصاتهم أن يأخذونها، ولكن بالطريقة اللي أنتوا تقدمونها لهم طبعاً. كمثل بشكل معلوماتي قريب منهم في التواصل وقريب من طريقتهم، هذا يعني بالتالي يحسب لكم اكيد. شكرا. ولجهودكم الكبيره اللي تقدمونها اكيد. واحنا نشكر وجودك اليوم معنا دكتوره. شكرا. انت والفريق العامل على هذه المبادره، ربي يوفقكم ان شاء الله، واحنا راح نتابعكم اول باول ونشوف المبادره وين توصل، واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله. تشرف. شكرا لك. مشروع اكيد، مشروع الوعي الوطني، هذا مشروع ان شاء الله نشوفه في يعني أمور ثانية وتفاصيل أخرى إن شاء الله. معانا في مساء الخير يا كويت، بنروح على النادي البحري الحين. أكيد يلا خذينا. شنو فيه؟ النادي البحري ما سمعت عنهم، النادي البحري الرياضي الكويتي عندهم رحلة الغوص 33 ما شاء الله، وصلوا تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فعلا كل سنة لهم مراسم، يعني مراسم الدشة. أكيد مراسم الدشة راح تكون إن شاء الله السنة بمشاركة 150 شاب معتزين بتراثهم وحياة آبائهم وأجدادهم.